الخارجية الروسية توجه رسالة إلى الجزائر من بوابة الصحراء. اعتمدت الخارجية الروسية الخريطة الكاملة للمغرب في منشور لها على موقع تويتر في سياق رد موسكو على البنتاغون الأمريكي، وكون الأخير يهدف إلى صنع عناصر لسلاح بيولوجي في الحرب الروسية الأوكرانية. منشور يأتي بعد تردد أخبار بأن المغرب سلم دبابات عسكرية إلى أوكرانيا، وهو الذي لم تصدر بشأنه الرباط أي تعليق رسمي، وحتى موسكو لم تعلق على الأمر، في إشارة إلى أن العلاقة الثنائية بعيدة التجاذب الدولي. وتؤكد روسيا أنها ستظل لاعبا غير منحاز في معالجة ملف الصحراء المغربية، وستبقى على تواصل مع كافة الأطراف الإقليمية، وذلك في رد مبطن على الادعاءات الجزائرية التي تصور روسيا كداعم لأطروحة الانفصالية.